الآن في قضية الداخل، كيف أرى الوضع؟ الإطار العام بعد ندخل في التفاصيل. الإطار العام الآن، أنا بعد كل هذه الفترة، بعد سنتين الآن، يبدو لي أن هناك إذا ثم، ما نقولش شعباني أو تونسان، لكن واضح اللي اليوم ثم جزء من الشعب التونسي وجزء آخر، وكل جزء عنده مخاوفه وعنده أماله. ثم الجزء اللي اليوم عايش خايف، خوفه بالأساس يتعلق بقضية مستوى المعيشة، خايفين أنه الثورة هذه في آخر المطاف لن تغير شيئا من فقرهم، كانوا فقراء قبل الثورة ولهم الآن فقراء وسيبقون فقراء. وهل تونس هذه الفقيرة المحرومة المهمشة ليست موجودة فقط في المناطق الداخلية، موجودة هنا في أحواز تونس، موجودة حولنا، موجودة في قرى الساحل، موجودة في قرى في السواسي، في الشربان، في 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 قرى الجنوب إلى آخره، موجودة في كل مكان. تونس المهمشة، تونس الفقيرة، تونس اللي فيها تقريبا زوز ملايين ونص من التوانسة اللي اليوم عايشين في ظروف صعبة. خليني أكمل لك، شايفك أنك تحب خليني أكمل لك النظرة العامة وبعد أدخل معايا في التفاصيل، بس نحط الإطار باش نستفهم بعض. تونس هذه خايفة أنها في آخر المطاف تقول لك ثورة ما جابت لي حتى شيء، وتو نقول لك علاش هالمخاوف هذه غير في غير محلها، بل بالعكس الثورة لأول مرة فتحت لها الآفاق، ولأول مرة الآن هناك مستقبل. وهناك تونس أخرى اليوم استقبلت منها بعض الممثلين اللي هم مش خايفين على مستوى العيش، هم خايفين على نمط العيش. اليوم ثم ناس يقول لك هناك تهديد جدي على نمط العيش في تونس، سواء في جزء الحداثي، ثم ناس الحداثيين اللي يقول لك أنا يا أخويا غدوة مرتي معاش نجم تخرج إلا بالخمار وإلا بالبركة، وقال له إحنا ماشيين في طلبنة تونس إن صح التعبير. جزء هذا خايف على الحداثة، ولكن اليوم قاعدين نكتشفوا باستغراب كبير أنه جزء من التوانسة ولو خايفين حتى على إسلامنا المعتدل اليوم، وقت اللي نسمعوا بحرقان الزوايا، وقت اللي نسمعوا يعني شيء كبير ياسر، يعني حرقان الزوايا. انا قبيله استقبلت الاخوه اللي جاوني هنا من سيدي بوسعيد، قعدت بهت يعني كيفاش اليوم التوانسه ولو هذه رموز اللي هي رموز من ثقافتنا، تو هذا الناس باش يعلمونا احنا الاسلام الصحيح والاسلام كذا، الكلنا شكون ما مشاش وقت اللي كان صغير مع امه سيدي بالحسن ولا يعني هذا داخل في تقاليدنا وفي عاداتنا وكذا. اذا ثم تهديد على نمط العيش الحداثي وحتى على نمط العيش الاسلامي المعتدل، وهذا غير مقبول. اليوم هؤلاء تونس، ثم تونس خايفة على يعني خايفة عامين بعد الثورة، خايفة ما هيش متأكدة اللي الثورة باش تجيب لها هذه النقلة الاقتصادية، وثم تونس أخرى خايفة على نمط العيش. أنا أقول للتونسان إن صح التعبير فيما يخص مستوى العيش، الثورة قصت دابر الفساد، الثورة منعت النزيف والاستنزاف بتاع البلاد، خيرت البلاد كلها. 34 مليار دولار التي سرقت للشعب التونسي، 34 مليار، هذا كله انتهى. هذه الأموال كلها التي لن تستنزفها من هنا فأبدا الفساد ستذهب. في المسألة الآن مسألة وقت، مسألة وقت. كانك على تونس الأخرى، تونس نمط العيش، أنا أقول لهذه تونس أن نمط العيش التونسيين سواء نمطها الحداثي أو الإسلامي المعتدل لن يتجاسر عليه أحد، لن يتجاسر عليه أحد ولن يستطيع أحد أن يغيره. إذا أنا نحب نطمن التوانسة على فكرتين أساسيتين، أنه هذه الثورة التي قامت من أجل تحسين ظروف عيش الأغلبية من التوانسة ستحقق أهدافها، ونطمنهم أيضا أن هذه الثورة التي قامت من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة إلى آخره أيضا ستحقق أهدافها.